الساحرة البيضاء سوداء القلب، فاتنة الجمال التي قتلت الأطفال وقدمتهم قرابينا للشياطين. مارست كل الأعمال المحرمة في قصرها، لم تكتفي بحمل الشر معها لسنوات، بل أرعبت العالم حتى اليوم. آني باتريسون، ساحرة جامايكا. تعود قصة الساحرة البيضاء إلى القرن 19 ميلاديا في خليج مونتيغو في جامايكا، وتحديدا في مزرعة روز هول، في قصر فخم بني في سبعينيات القرن 19، ويقع تحديدا في وسط مزارع السكر في جامايكا، المكان الذي تحول لمنطقة من الرعب والغموض على يد فتاة فاتنة تدعى آني باتريسون. ولدت آني لأبوين أوروبيين من أصول بريطانية، فوالدها من إنجلترا، أما والدتها فكانت من أيرلندا، أثناء رحلتهما في إفريقيا والتي كتبت نهايتهما بمرض الحمى الصفراء، توفي أبويها لتتكفل بها ساحرة إفريقية. وبعد أن كبرت علمتها فنون السحر الفودو لتكتسب الخبرة من مربيتها حتى وصلت لسن 18. ولأنها كانت فائقة الجمال بالرغم من قصر قامتها، إلا أنها لافتت نظر كل من رآها، حيث صدفت آني أحد أكبر الإقطاعيين في جامايكا وهو جون بالمر خلال رحلة له في إفريقيا، فطلبها للزواج واصطحبها معه إلى قصره العظيم. مع العلم أن جامايكا كانت تخضع للاستعمار البريطاني في هذه الفترة، وكان يسود فيها تجارة العبيد والرق بكثرة، حيث كان يملك كل إقطاعيا المئات من العبيد، وبالمر كان من بينهم، ليكون ضحية المشعوذة الجميلة. حيث مارست آني باتريسون سحرها الأسود على عبيد زوجها في أجمل قصور جامايكا، ليكتشف زوجها هذا الأمر بعد فترة ويجبرها على التوقف عن ذلك. لكنها لم تتوقف، بل قررت التخلص منه، فدست له السم في الطعام ليموت زوجها على يدها. وكان خبر وفاته صدمة للجميع، حيث أنه كان يتمتع بصحة جيدة، حيث قيل وقتها أنه مات بأزمة قلبية حادة. بعدها صار القصر تحت قبضة يدها، وصارت تتحكم بكل شيء فيه، حتى قيل عنها حينها أنها أغنى امرأة في جامايكا، مما جعل منها مطمع الرجال. وبالفعل تزوجت بعد وفاة زوجها مرتين، إلا أنهم توفوا بطريقة مفاجئة أيضا. والمثير أنه في كل زيجة كانت ثروة الساحرة البيضاء تزداد أيضا، الأمر الذي جعلها تملك عددا كبيرا من العبيد، وصل عددهم إلى 2000 شخص، وكانت تستخدمهم في ممارسة سحرها الأسود الملعون. وقيل أنها تفننت في قتل الأطفال وتقديمهم كقرابين للشيطان لكي يحقق لها رغباتها. وقيل أنها كانت كل يوم تختار أحد العبيد تقضي معه الليلة ثم تتخلص منه، حيث قتلت المئات من العبيد، وكانت تخرج جثثهم عبر دهاليز سرية في القصر، حتى أطلق عليها العبيد لقب الساحرة البيضاء في قصر روز. مرت سنوات طويلة وهي تتلذذ بتعذيب العبيد والأطفال، وتمارس طقوس سحرها الأسود بكل متعة في أحد أجمل قصور جامايكا، حتى حانت لحظة نهاية حياتها على يد من كانت تعذبهم في حياتها، وهو عبد لديها يدعى تاكو. امتهن السحر الأسود مثلها ونجح باستخدامه في ضعفها، حتى تمكن من خنقها في أحد الليالي وقتلها. دفنت بعدها الساحرة البيضاء في تابوت خرساني داخل القصر، ويقال أن تاكو مارس طقوس السحر على التابوت للسيطرة على روحها الشريرة. وعلى الرغم من موتها، إلا أن روح آني الشريرة ظلت تطوف في القصر، فذاع فيه الرعب والذعر، مما دفع كل العبيد إلى مغادرته، ليبقى القصر مسكنا للأرواح الشريرة. ويقال أنه يسمع من داخله صرخات وضوضاء متكررة، كما تخرج منه أضواء ملونة أحيانا. وبقي القصر مكانا للرعب لسنوات طويلة، حتى قررت ملكة جمال الولايات المتحدة ميشيل رولينز شراء القصر، وأشرفت على ترميمه وتجديده ليتحول إلى مكان سياحي يحمل طابع الرعب والخوف، وأكبر شاهد على جرائم الساحرة البيضاء الشريرة، والذي يزوره الآلاف سنويا ليشهدوا مسرح جرائم أشهر ساحرات جامايكا.